الأولى في شمال إفريقيا من حيث استهلاك الخمر. التونسي الفقير هو بيدو اللي يشرب باش ينسى الفقر. شنو رايك؟ التونسي عمره ما كان فقير، ديما كيكا احنا تونسة معناش تونسة كل تاكل تشرب لابسة، الناس كل نشوف فيها فرحانة. شيخة انا مريتش فقر في تونس، تشوف تدخل برشكا وزارات ترى العباد كل تشري، تمشي تشوف بلاصة عباد تعشى بزوز ملايين. كان انت ما لاش تقولي التونسي عمري ما ريت التونسي فقير، الحمد لله يا ربي الناس كلها بايس هكيك تعيط. الشعب التونسي شيخ يقول ما عنديش هكيك، تلقانا كل معايدين، تلقى الناس كل في الريفيون محتفله اكثر من الاوروب، ولينا الناس الكل تلبس تاكل تشرب تضحك تلعب. ما حلاه الشعب التونسي مزيان برشا فيها تونس في المرتبه الاولى في اسمه هذا الخمر في الفساد اول بلاد في العالم بالحق. كلامك مش كلامك صحيح، في الفساد صحيح، في البركشات صحيح، في كل شيء صحيح، في كل شيء. ما ريش حدا يجيك يعمل لك حاجه باهي نورمال، لا يجيك يبدا يفلم عليك، اعطيني فلوسك، اعطيني درشنية، اعطيني درشنية، تبدا طفله متعدي في الليل ولا حاجه نورمال. ما نحكيش على روحي انا وعلى الانديه، تو الجيل اللي نشوف فيه زرسيون هذا صغير حكايه فرق، يبدا يشرب ما عادش يدير حركه صار من بلاصته اللي يدوخ، ساعة تلقاه مرقد في الكيس. علاش برشا الحوادث والموت والسموات منيش من حكايه يشرب مع صاحبه ولا يشرب مع طفله ولا شنو وبعد يقتلها. ما تجيهاش جمله يا فقير وكل يوم يمشي يسكر ما تجيهاش جمله زاد. باش ينسى الفقر صحيح وباش ينسى مشاكل البلاد صحيح، ما هو ماهوش ما ينسيش يكذب عليك، بالعكس زيد يفكرك في مشاكلك على الخمر. اما شنو هي باش تغير شويه في مخ التونسي بيدو يشرب باش ينسى يعني هموم ومشاغله اليوميه. فالخمر بالنسبة للاستعمال كتونسي الآن أصبح من الضروريات للبعض، والقانون يجرم ذلك إلا إذا تحدى الأماكن يعني القانونية والأماكن العامة. ولذلك أن في تونس الراون في المجتمع هنالك عدم ثقة بين المواطنين انفسهم وعدم ثقه في الدوله وانهيار المعنوي للمواطن التونسي المواطن العادي، مما ادى الى ذلك الى استهلاك الخمر واستهلاك الوسائل الاخرى التي تفشت خاصه في الظرف الحالي من الثوره الى يومنا هذا. الشرب عمره ما ينسي الفقر، الشرب يزيد فقر بالعكس، فهمني؟ ما ينسيش الفقر الشرب. بس يزيد يشرب هو يزيد كيفاش باش ينسى فقره؟ هو بس يزيد يتخذر هو بس يزيد فقر على فقر. كي ترى الحانات وترى لي بار تقول التونسي فقير؟ والله لي بار ما نعرفهمش برشا ما شو محليه الشعب التونسي، معناها الدور ترى الناس الكل تضحك محليها. يحبوا يعرسوا باربع نسيت ديجا لاباس عليه الشعب التونسي برشا. التونسي ماهوش فقير. لا عمره ما كان فقير التونسي، ديما شيخ وفرحان، الناس كلها لاباس نشوف فيها الحمد لله، معناها ما نعرفش الناس كل تسهر تخرج تلبس تاكل، العباد كل نعرفها الناس كلها لاباس معناها الحمد لله. هكا غير شي يحب يحكي التونسي ديما مع الناس وديما يتشكى ويتبكى وكا. تقصد انت عادة معناها؟ عادة نورمال أي موضوع. احنا في تونس طفلة مزيانة تولي دراشنية، طفلة قراية تولي دراشنية، معناها ديما الشعب التونسي يحكي، معناها ديما يحكي الشعب التونسي، اللي عنده يتشكى اللي ما عندوش يتبكى، نورمال معناها حاجة عادية، معناها ديما ما نصدقش، فهمت شنو؟ أنا في تونس أسمع أضحك وبعد ديما ما نصدقش. مش فقير حتى تعرف، كلها بيران كلها معبية، كل يوم 50,000 و100,000 يسكر. يقول لك ما عنديش فلوس بعد هيك، مش معقول هذا جملة زاد. شنو رأيك في تونس الأولى في شمال أفريقيا؟ تونس محلية هي غير عبيادها هكا واش باش نعمل لهم؟ سياد زنا زطلة مخدرات كل شيء نحن الوالة. تونس الخضرة راه. إن شاء الله ربي يهدينا حسيل وربي يبقي الستر على أمة محمد وكا. كي نحكيه على نسبة استهلاك الخمر نلقاو منها 28% نساء اللي هي حاجة ما كانتش برشا. أنا على فكرة اللي كنت خاطبها كانت تشرب. ونحبها ليومنا هذا. علاش نحبها؟ ما خاطرها ما تنافقش. اما تعمل لي خمار وقاعده في البار وقاعده مع فلان وفلان هذاك التناقض الكبير، هذا هو الشيء نعانوا فيه احنا تو. انت خاطبها ما تعمل معك شيء والدنيا كلها نظيفه. اما مع غيرك لا واش مع شكون ساهر.
والشيء ساير معانا ختمها في ديها وهي مع شكون قاعده معايا، كي كلمها خطيبها ولا كلمها شكون الشريفه والنظيف. هذا اخطر شيء من الدنيا كل، وهذا سبب المشاكل من بعد بعد العروسات وبعد الواحد. هذا هو هذا هو المشكل، على خاطرها كانت تعيش في وضع نتاع دارها وخرجتها ودليتها ما يحاسبها حد. من بعدين نهار تدخل باش تعمل اسره باش تعمل واحد تلقى روحها متناقضه مع نفسها، لا هي في مخها باش تعمل اسره باش تعمل عائله، ولا هي في مخها باش تنسى الشيء اللي كان موجود. هذا هو سبب المشاكل. والسبب الثاني في المشاكل هو القضاء ما عندناش اللي يخلق لنا توازن في القضاء. يجي جلسه الاولى ثانيه ثالثه طلق ما عنده ما حس هو راه، اما ثم صغار يتمت ثم بيوت تخلات. اما مش نساء الكل تونس يعيشوا هكا؟ نسبة قليلة مساكن ما يعيشوش هكا. هو توا وين وين باش تقول انت؟ انا نهزك لوين تحب انت؟ موجود الشيء الكل اللي هنا واللي لبرا راهو كله الفيسبوك الموجود عندك انت هنا موجود، اللي ساكن في دشرة تتصورها انت. يعني ما ثماش حاجة عادت مستحيلة هنا ولا غادي. يعني الغطام معري على الناس الكل راه ما عادش غطام غطي. من دخل البارابول اولها ثانيتها دخلوا معناتها العالم اللي خدم خدم على بارابول من اولها وخدم على فيسبوك من بعد. ما عاد ثم شيء مغطي راه. حتى كان واحده باش تبدا تحكي لك راني ما نعرف شيء وما نفهم شيء راهي تنافق فيك. احنا حاشتنا في البلاد هذه تنحى النفاق. عيش بصدق تو العائلات الكل ترجع عائلات والناس الكل تفهم رواح. بعض الشباب يختار انه يقعد في جلسه خمريه باش ينسى همه كما نقولوا ينسى مشاكله، بعد يلقى روحه يخرج بمشكله. شنو رايك؟ المونتاليتي فهمتي مش هو يعني فهمتي عمره ما يحل المشاكل الخمر. في حل المشاكل والخمر تزيد مشاكل على مشاكل بنتي فهمتي. خيروش واحد يعني عادي فهمتي يعيش نورمال فهمتي. الفقر الجيب الفقر الجيب عمره ما يكون فقر الجيب، يلزمو يتحايل مع الدنيا فهمتي يلوج يستطاع ربي يشغله. وقال لك انت عليك بالحركه وانا علي بالبركه فهمتي. يسعى واحد واللي عند ربي هذاك هو فهمتني. شنو باش ان شاء الله ما ربحناش في دنيتنا نربح في اخرتنا اختي. نعم هذه الجلسات لانه في هذه الجلسات هنالك فقدان للوعي وعدم الالمام بالمسؤوليه. وتعرف انه المدمن الخمر او مدمن الوسائل الحبوب المهلوسه الاخرى قد تزيده تزيد المستهلك تعكر له الصحه نتاعه ومزاجه وتفكيره، وبالتالي يصبح هذا المستهلك او الذي يشرب الخمر يصبح وكانه في بيئه وهو حر طليق يفعل ما يشاء. تو انا نشرب ما نكذبش عليك، راه كلها تنافق اللي يقول لك راني ما نشربش راهم ينافقوا. الاغلبيه منافقين، هو بلاد النفاق ولد هذه اصلا الاصيل بربر. وقتاش يتفكر روحه وانا باش نصلي وانا كذا في عمر معين الركبه ثقلت ودنيته كل طاحت يقول لك توا راني مش نمشي نصلي واحد. اما اغلبيتهم كلهم منافقين ونفاق مش به ونعرفهم المنافقين. يجي الشيء هذاك يقول لك راه عيب وحرام، اما تشوفه هو تلقاه عامل اكثر منه عيب واكثر منه حرام عامله هو، حتى في حق روحه وفي حق عائلته وفي حق الدنيا الكل وفي حق اقاربه. انا يعني الشيء بالعشت وبالتجربه ثم شكون جاء عاب عليا في حاجات كما هكا كي شفته هو بعدين ايش عامل. ان السما اللي عملته وانا رحمه قدامه هو. اما شعب متناقض وحده كان باش يسهر هي كي باش يسهر لازم انثى معاه، وكي مرته باش تسهر ولا علاش انت باش تعملوا مع انثى هذيك؟ ما مرتك عندك في الدار، اعمل مع مرتك واسهر في دارك اقل مصاريف واقل مشاكل واقل دنيا. على انثى يعمل مشكل ويتوقف، معناتها هذا كل ينجم يعملهم في دار ويتفادى الشيء اللي عمله. اما لا يزمو البرة باش يظهر رجوليته، انا ساهر ومعاه انثى ومعاه دنيا. اما اللي عنده في الدار قطيع رابطه هذيك حيوانه معناتها عنده هو، ما عندهاش الحق في الحياه هي باش تعيش كيما عايش هو وكيما تفرهد هو. لا عندنا منهم الفئه هذه الاغلبيه اذا كما نقولكش راهي نسبه 80% كلها هكاك. الاغلبيه نتاع الشعب التونسي كله هكاك. اما في النفاق راهو كانت واحد ترجع تقول العائله كامله نهجرها له. اما هو يعيش هكاك من داخل ما يخرجش اللي داخل، خاطر كان جاري خرج اللي داخل راهو تنفس وتفرهد هو في حد ذاته وارتاح من الهم اللي معبيه من داخل. اما ما يخرجوش الملك الفاضل والدنيا وبيه وعلي. هذا مشكلتنا وين؟ في التناقض مع انفسنا ما نعيشوش واقعنا. احنا واقعنا هكاك.
الشاب التونسي كي يلتجأ لشرب الخمر يلقى الحل يتحل مشاكله؟ ايش حل الجملة؟ كان كاين اللي يتحل الروح يعني. يسعار تهرب للشرب الخمر باش تلقى حل؟ ما يجيش كيك. بالعكس هو ليس بالحل بل هو زاد عمق المشكل بدل أن يفكر ويستنبط مشاريع جديدة ويحاول كيف يتغاضى قليلا عن طلباته للدولة لأن الدولة لا يمكنها في الوقت الحالي أن تراعي جميع المتطلبات والطلبات الموجودة بشيء مهول جدا وبذلك هو عمق المشكل من الناحية النفسية والمعنوية.